السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا على قناتكم عبد الرؤوف 89 على يوتيوب. من المصطلحات اللي بنسمعها كتير جدا يا جماعة في السوق وفي مجال الكهرباء بصفة عامة كلمة درايف. يعني إيه درايف؟ وات إز إلكتريكال درايف؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله رب العالمين، تابعنا. في الحقيقة احنا أول ما بنيجي نقول لفظ إلكتريكال موتور أور إلكتريكال جنريتور بيجي في بالنا على طول حاجة بتدور، عضو دوار وستيتور. طيب أنا النهاردة عايز أعمل تحكم في الموتور ده او الجنريتور ده، حاجة بتلف بتدور، فانا عايز اعمل فيها تحكم، درايف يعني سيطرة او قيادة. لكن احنا عشان نتحكم بسرعة موتور اصلا معين بنستخدم التحكم في حاجتين، في الفولتج وفي الفريكوانسي بتاعه، لازم تتغير في الاتنين دول عشان تقدر تتحكم فيه. قالك احنا هنقول بدل ما نقول ان احنا نتحكم في الفولتج ونتحكم في الفريكوانسي، فاحنا هنقول لا، احنا هنعمل درايف، هنستخدم جهاز يعمل درايف لي الموتور ده. الدرايف ده اشهر الاجهزه المستخدمه مثلا في حاله الاي سي موتورز بيقولوا عليه حاجه اسمها الانفرتر. بالنسبه للدي سي بيسموه دي سي موتور درايف، يبقى الاثنين نفس المسمى. فانا بعمل درايف المصطلح ذات نفسه معناه كلمه التحكم في سرعه الموتور ده. يبقى بدل ما انا استخدم الفولتج والفريكوانسي كنترول سيستم، انا بقول هستخدم كلمه درايف، هي كلمه دقيقه جدا في موضوع التحكم في الموتور. يعني ببساطه اقدر اقول ان الانظمه اللي بتستخدم في التحكم في الالكتريكال ماشينز في الالات الكهربائيه بيسموها الكتريكال درايف. يبقى السيستمز اللي بتستخدم عشان اتحكم في الالكتريكال ماشينز بيسموها درايفز. فلما تسمع كلمة درايف ده معنى الكلام ده. نظام التحكم الامثل يا جماعة دايما بيبقى كلمة درايف دي متعلقة بالمواتير، ان هي بتبقى مجموعة هي والموتور والماشين حتة واحدة. درايف يعني بتحكم في حاجة، ده في مجال الكهرباء بصفة عامة. اسمع كلمة درايف هيجي في بالي موتور، ان انا بعمل درايف للموتور ده، ان انا اتحكم في الروتيشن شافت بتاع الموتور. في الايام دي يا جماعة عملية الدرايف اصبحت سهلة جدا، بتتم عن طريق السوفت وير. كل الاجهزة اللي بتبقى شغالة معايا زي مثلا الانفرترز بقدر اتحكم فيها، او اتحكم في الانفرتر نفسه عن طريق بي ال سي اللي هو مثلا حاجه بتشتغل بالسوفت وير، او ممكن استخدم انفرتر لوحده، حتى الانفرتر بيبقى فيه سوفت وير. الموضوع اصبح سهل ان انا اتحكم في الروتيشن بتاع موتور معين او بتاع ماشين معين. وكلمه درايف بقى في الحاله دي خلت الموضوع سيمبل اند سيمبل يوز، ان هو خلى الموضوع سهل جدا ان انا استخدم كلمه درايف اسهل. الدرايف سيستم ده يا جماعه مشهور جدا في حياتنا، وفي بص هتلاقيه في كل حته حواليك، بيستخدم في الاندستريال، بيستخدم في الاغراض الصناعيه او في التطبيقات الصناعيه في المصانع. تحكم بسرعه سير، تحكم بسرعه اي شيء، مكنه، تحكم بسرعه مفرمه، تحكم بسرعه اي حاجه، فانت مهم جدا. كمان في البيت عندك ليه، في الدوميستيك رولز اللي هي الاحمال المنزليه، ممكن تلاقي عندك الدرايف سيستم ده موجود في مثلا غساله يا فوق اوتوماتيك، غساله لفوق اوتوماتيك، اي حاجه عندك جهاز متقدم شويه بيستخدم فيه سرعات مختلفه، ده كله درايف. درايف انا بتحكم في حاجه، بعمل قياده، بعمل سيطره على ماشين قدامي او مكنه قدامي. كتير من الناس تيجي تسالك تقول لك هندسه هو في فرق بين الدرايف والانفرتر؟ سوقيا اللفظ هو واحد، ان انا بستخدم ان الانفرتر بيندرج تحت كلمه درايف سيستم. الانفرتر بستخدمه عشان اعمل ايه؟ تحكم في سرعه موتور، فهو كلمه الدرايف سيستم هو انك تقود او تتحكم في ماشين معين، فبستخدم الانفرتر عشان يعمل هذا الكلام. فسوقيا اللفظ واحد. كمان كلمه درايفز ديت يا جماعه بتستخدم في الماشينز اللي هي بتستخدم كجنريتور. لما اقول درايفز في حاله الجنريتورز ده معناه ان انا بتكلم على البرايم موفرز، هو الجزء اللي بيسبب او العضو الاساسي في الدوران او الشيء المسبب لاحداث الدوران. البرايم موفر بتاع الجنريتور سواء كان الجنريتور ده شغال بالجاوي ستيم او البتروليوم انجن، يبقى هو البرايم موفر. بيتكلم على البرايم موفر المحرك الاساسي لكلمه لفظ درايفز، ان الماشين ديت او الجنريتور ده شغال بايه، البرايم موفر بتاعه ايه، ويند ولا البرايم موفر بتاعه جاز ولا البرايم موفر بتاعه ستيم ولا البرايم موفر. كلمه درايف لفظ القياده نفسها، ده بالنسبه لو انت بتستخدم او بتتكلم على جنريتور. انما بتتكلم على موتور فاحنا بنقول الدرايف، ان انا بسوق السرعه وبتحكم في السرعه بتاعتي، او يكون المعنى واضح. اول الكتريكال درايف سيستم يا جماعه اتصمم في روسيا سنه 1838 بواسطه واحد اسمه لاكوبي، ان هو استطاع ان هو يحرك او يدفع بوت بواسطه موتور دي سي من شغال ببطاريه، موتور دي سي شغال ببطاريه، استطاع ان هو يتحكم في سرعه بوت او قارب عن طريق البطاري الموتور ده. فمن هنا ده فيرست اول مره يستخدم فيها لفظ درايف سيستم. ده اول مره كانوا يستخدموا فيها الكتريكال درايف سيستم. بعد كده حصل تقدم صناعي طبعا رهيب جدا، والتكيف الصناعي ده حصل في وقت متاخر سنه 1870،
دلوقتي في كل التطبيقات الكهربية تقدر حضرتك تتحسس وتشوف الكتريكال درايف سيستم في كل حاجة، سواء كان في المنازل او سواء كان في المصانع. وهنشوف دلوقتي البلوك بيوصف الكتريكال درايفز ابسط صورة. سيبك مع الشمال. زي ما حضرتك شايف في الرسمة كده، عندك سورس وعندك حاجة اسمها الباور ميديوليتور. الباور ميديوليتور ده عبارة عن الانفرتر بتاعك حالة الاي سي موتور او في حالة الدي سي موتور بيسموه الدي سي درايف موتور، وبيتحكم في الموتور. وبعد الموتور في لود. اللود ده عبارة يا اما فانز يا اما بامبس يا اما واشنج ماشينز، اني لود يعني. المهم بعد كده من بعد الموتور بقى في سنسور محطوط عندي بيدي فيدباك للكنترول يونت، سواء الكنترول يونت ديت كانت كلاسيك كنترول او بي ال سي. البي ال سي بيقول للباور ميديوليتور عدل لي سرعه الموتور حسب ما السنسنج يونت ديت مدياني. يعني احيانا السنسنج يونت ده مثلا ممكن يكون بي ان بي سنسور، مثلا اندكتيف سنسور محطوط على حاجه بيعد حاجه وبيشوف حاجه كل شويه، فبيدي اشاره بناء عليها للكنترول يونت. كنترول يونت يقوم جاي مع بيدي اشاره الباور ميديوليتور، الباور ميديوليتور يقوم جاي يعدل في سرعه الموتور. في طريقه ثانيه برضو، ان انا عندي الانبوت كوماند اللي هو امر انا بديه مثلا مانيوال، يقلل السرعه يزود السرعه، يبقى انا عندي الاتجاهين. ده مثلا زي ما تقول كده ده التحكم اوتوماتيك وده التحكم ايه مانيوال. ده الفيديو بتاع النهارده. اكون حضرتك استفدت، وحضرتك استفدت لايك انشير، واول مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.